والله يا أبلة ولا ليكي عليا حلفين، على قد ما أنا فرحانة لرجعتك وشغلي معاكي، على قد ما أنا مقهورة لشمعتك اللي انطفت. مكتوب يا بيسا، مكتوب لما فر منه. على رأيك. نجمتنا عاملة إيه؟ مالت غريبة، إيه اللي جابك لحد هنا؟ روحي يا بيسا خدي يوميتك من شلمي. هو احنا كنا لسه اشتغلنا يا كابتن؟ من هنا ورايح الألمونيا هتقبضيها مقدما، وكل ده عشان خاطر نجمة المحل الأولى. تسلم يا كابتن. روحي يا بيسا وخدي الشباب معاك. عينيا. يلا يا شباب. أكيد طبعا مجيتك لحد هنا مش ببلاش. أنا مفيش حاجة عندي ببلاش، كل شيء وله تمن، المهم الشيء ده يستاهل تمن ولا لا. طب انجز يا اخويا وهات من الاخر. طبخه مستويه ومستنيه الاكال. دكتور الهرده. هرده ايه يا ابو هرده؟ ماليش فيه. انا ماليش فيه وهو ملوش فيه وانت مالكيش فيه، احنا مجرد اسباب، والدكتور الهرده ملوش غير في الميه. مهمتنا القوميه انه بقاله في حاجات تانيه كتير، والميه ما بقتش تجيب همها. انت شايفة مصاريف المحل عاملة ازاي، والسياحة اتضربت على الآخر يا نجمة. بقولك ايه يا مال؟ اسمعي يا رومانا قبل ما تقولي أي حاجة تزعلني، ما تنسيش إن احنا اتفقنا وإن أفندينا خلاص بلح، واللي جاي لازم يبقى أحلى يا نجمة. أيوة بس أنت عارفني. أنت رومانا ميزان الجمال في المحل، واللي زي دكتور الهردة ده يتمنى نظرة من عينيكي. وبعدين أنا مش بقولك اعملي معاه حاجة وحشة لا سامح الله، لا دي سكتي ولا دي اخلاقي ابدا. احنا عايزين نخليها اوبن بوفيه، اي حاجه ياخدها من المنيو، سيجاره حبايه، يرفع له خط يجي يطلب، احنا نشتغل انت تقبضي. شفتي اخلاق ارفع من كده؟ لو انت الصادق ما شفتش اوطى من كده. ميرسي يا روحي، اتفضلي يا حياتي. حجرين وشويه قهوه يظبطوا الدماغ بدل خبط السهر ولطشة الشرب. ظبطت الدماغ ووزن الكيف على ميزان المزاج، دي لعبتي انا. خدي دي ابقى اضربيها بعدين. ايه ده؟ اللي جابهولي قبل كده كان لونه احمر. لا سيبك من الاحمر ده، خليكي في الابيض احلى. ده بتاع بلاد وده الاصلي. ده بقى يعمل ايه؟ يصفر الدماغ ويخليك تبداي من اول وجديد. خلاص هبقى اجربه. اما تعوزي منه يقولي لي وانا اجيبهولك لغايه عندك بدل ما تروحي وتيجي. اللي قولي يا ماي فريند، بتشتغل ايه بالظبط؟ دكتور سنان. نعم. انا هنهزر؟ انا عقبال امالتك سفير الكيف وراء النوح في كل خن، تلاقي بصمه ليا في كل ركن، تلاقي صوره ليا. انا بقى هوايتي انعش الدماغ وصفيها من كل زبالة الدنيا. عرفتي بقى انا بشتغل ايه؟ طبعا. ايه؟ دكتور سنان. قتلتك دلوقتي وتويتك الحكومة هتنفعك بإيه؟ ؟
بس هنا يا فندينا. هو ده بقى المقر يا فندينا. هو ده؟ ايوه. اتفضل يا برنس. رايح فين؟ هاجي مع جنابك. لا لا لا، انزل لوحدي، خليكم. طب خد بالك من نفسك يا معلم. خد بالك، خد بالك انت من العربيه، بس اوعى تحكها زي عوايدك. ما انا عارفك غبي حك، يتوب عليك ربنا. خد ياض. النهار ازرق. وده شاطره. نعم. بالراحه يا بنت، بتبولي كده ليه؟ تعرفي تقري؟ ايوه. طب اقري اليافطه دي. دي ولا دي؟ اقري اللي فوق. انتخب المرشح المحترم بجاش المري رمز الوطواط. تعالي شاطر. نعم. يا بنت بالراحه، مكتوب المحترم. ايوه. ورمز الوطواط. ايوه. تشكريني يا ابله. العفو. يا اهلا وسهلا يا فندينا. الوطواط دي خطوه عزيزه عليا يا فندينا. يا اهلا وسهلا، والله ما صدقت وداني انك جاي. يا اهلا يا اهلا. بجاش. معقولة يا فندينا؟ وشرفنا مقرنا المتواضع. قوم يا سونيا. المحترم مقركم المتواضع المحترم حسب امر اليافطه. اهدى يا سونيا، اهدى يا حبيبتي. ماله زي بيتك؟ محترم. امال بقى محترم لما خطيت عتبته. ما شاء الله ما شاء الله. ايه يا بجاشي ده؟ ده انت بقيت ولا نجوم السيما، كل صوره بوضع. اهو كله اكل عيش يا فندينا. وانت السادق كله شمال. اكيد مجايتك هنا وراها كلام كتير يا فندينا. خدمه قصاد خدمه. والحساب يجمع. وماله؟ رقبتي. في واحد يا بجاشي هديك اسمه، عايز اعرف عنه كل كبيره وكل صغيره، اصله فصله، يعني باختصاره بالبلدي عايز اعرف كل اللي تعرف تجيبه عنه. اسمه ايه يا فندينا؟ في حاجتين في الاول، الاولانيه سؤال والتانية اتفاق. اسمع كل اللي عاوز تقوله يا فندينا. تعرف ايه عن شوق؟ مين؟ شوق مرات الخيل. انت هتنح بقى وتهته من اولها بجاشي. هي كانت غزيت افراح وانت كنت بلطجي افراح، يعني لا مؤاخذه في ترعه موصوله ما بينكم. تعرف ايه عنها؟ كل خير والله. ومن ساعة ما اتجوزت الخال وهي في حالها، حتى الترعة اللي ما بيننا اتردمت. ماشي. طب وايه بقى حكايتها مع النوح؟ النوح بتاع الجمال. النوح بتاع الجمال، اسم الله عليك. ماله بتاع الجمال؟ ما هو كان زيه زي غيره، داير وراها وجه الخال وقش. دلوقتي جه وقت الاتفاق، الكلام اللي هقوله يا بجاشي هيفضل سر بينا، سر. وانت عارفني ما اكرهش في حياتي قد الخيانه، حتى لو تمنها رقبتي. ايه قولك؟ استبينا يا فندينا، قولي اسمه ايه بقى؟ ولا حبيبي. العمروتي. مالك يا بيت؟ بتخشبك كده ليه ولا حكي؟ ابوس ايدك يا معلم، ابوس ايدك على دقني وخليني امشي. لما انت يا اختي عارفه انك ما حصلتيش جريه عندي، كنت بتلعبي بديلك من ورايا ليه؟ ها؟ ابوس ايدك يا معلم، ابوس رجليك والنبي. يا بنت قومي، مش شايلين ذنب، انا مش قد. قوم الله لا يسيك، انا مش ناقص.
يا معلم انا غلبانه وحدانيه وماليش حد في الدنيا ومش حمل اذيه. ومين جاب سيره الاذيه دلوقتي؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا بنت يا بنت انا سالتك سؤال ومستني ترد عليه. يا معلم اللي انا عملته ده مش برضايا. مين بقى اللي غصبك؟ انا مش قد الحكومه ولا الحكومه قدي. ويقدر على القدره اللي ربنا. فاهمه يا بنت؟ يا بنت ما تخافيش ما تخافيش، انا لو عاوزه تويكي كنت عملتها من غير ما حد يحس بيها، ولا كان في مخلوق هيعرف لي بطريق جرم. معلم انا انت بنت طيبه. طيبه انت فاكراني ان انا راجل اهبل اتهطل على البنت اللي ضحكت عليه ولحست نافوخه بكام جلسه مساج وكام ضحكه ميصه وكام نظره رضا؟ بس انت لو كنت بنت بصحيح كنت لعبت على الحصان الكسبان. يا معلم انا من ايدك دي لايدك دي واللي انت عايزه، بس ارحمني والنبي. الرحمه من صفات الخالق سبحانه وتعالى، مش من طبعنا احنا بني ادمين. انت عايزني اعمل ايه يا معلم؟ ولا حاجه ولا اي حاجه، اللي انا عايزه انت عملتيه خلاص. يعني يا بنت انا اللي كنت مشغلك عند الحكومه عشان يوصل لها اللي انا عايز اوصله، وبصراحه انت قمت بالواجب صح الصح، عشان كده انت تستاهلي مكافاه نهايه الخدمه. مكافاه؟ عشان تعرفي ان انا احسن من الحكومه بتاعتك. يبقى هتبقى ودي يا معلم. هتجوزك